حيوانات تنبش قبور المتوفين حديثا وتتغذى على البشر. يمكن لهذه السحالة العملاقة أن تأكل وزن جسمها بالكامل تقريبا في جلسة واحدة فقط. لديها رؤوس طويلة ومسطحة، وجلد متقشر، وأرجل منحنية، وذيول عضلية ضخمة. تنين الكومودو هذا هو ملك هذه الجزر، وحيثما يمر يترك خلفه الرعب والخوف. تتجول حوله أنفاسه الساخنة كدخان بركان جامد، تهب على كل من يقترب، مما يكفي لتذكرهم بقوته. حارس متوحش من العالم القديم يعيش في عصرنا، ملك الزواحف. يقال إنه آخر بقايا عصر الديناصورات. هذه السحالي العملاقة هي حيوانات آكلة للحوم ولا ترحم، يأكلون أي لحم من الغزلان الكبيرة حتى البشر، ومرورا بجاموس الماء. والحقيقة المثيرة للاهتمام هي أنها في بعض الأحيان تأكل بعضها البعض. وبالطبع فإن تنين الكومودو الأكبر حجما يأكل الأصغر. يمكن أن يصل طول تنين الكومودو إلى طول سيارة صغيرة، ويلعب ذيلها دورا كبيرا في هذا الطول. ذيولها قوية بما يكفي لإسقاط غزال. تقوم تنانين كومودو بتحريك ذيلها ذهابا وإيابا كتكتيك للتخويف، ولكنها تفعل ذلك أيضا عندما تكون خائفة. يمكن أن يصل وزنها إلى 135 كيلوغرام، وهو نفس وزن دب الباندا. عاشت تنانين كومودو في مناخ جزر السوندا الصغرى القاسي في إندونيسيا منذ ملايين السنين. حاليا توجد هذه السحالي العملاقة في 5 جزر إندونيسية فقط، ولا توجد في أي دولة أخرى من العالم. 4 من هذه الجزر تشكل ما يعرف بمنتزه كومودو الوطني، والجزيرة الخامسة هي جزيرة فلوريس. سباحون ممتازون، ويمكنهم عبور مسافات كبيرة وتيارات محيطية قوية فقط للإغارة على الجزر المجاورة، حيث مصدر الغذاء الوحيد المتاح هو الحيوانات الأليفة. عند الصيد تعتمد تنانين كومودو على التمويه والصبر منتظرة مرور الفريسة. عندما تمر الضحية ينطلق التنين مستخدما مخالبه الحادة وأسنانه المسننة التي تشبه أسنان سمكة القرش لنزع أحشاء فريسته. تمتلك تنانين كومودو 60 سنا حادا، وفي حال فقدانها أو تلفها تقوم باستبدالها بأخرى جديدة، حيث يمكنهم استبدال السن الواحد 4 أو 5 مرات خلال دورة حياتهم. إذا لم تمت الفريسة من الهجوم، فلدى التنانين سلاح أقوى، وهو سمها المميت، حيث يحتوي لعابها على 50 سلالة مختلفة من البكتيريا السامة، مما يسبب عدوى فورية ومميتة في فريستها. الحيوانات التي تهرب من فكي الكومودو ستشعر بالحظ لفترة وجيزة فقط، لكن التنين الكومودو يكون في هذا الوقت ينتظر وقوع الفريسة بسبب السم الذي يجري في دمها، ويتبع فريسته باستخدام حاسة الشم القوية للوصول إليها. حاسة الشم هذه لا توجد في الأنف، وإنما في اللسان المتشعب. بمجرد قتل فريستها أو العثور على جثة ميتة أو متحللة، تتجمع العديد من التنانين لمشاركة الوجبة معا. يأكل ذكر التنين الأكبر حجما أولا، تليه الذكور، ثم الإناث الأصغر حجما، ثم يأكل الصغار البقايا أخيرا. ويمكن لتنين كومودو أن يبتلع أجزاء كبيرة من اللحم دفعة واحدة، وذلك بسبب توسع معدتها بسرعة. يمكن للدهون المخزنة في ذيلها أن تزود التنانين بالمياه الأيضية في أوقات الجفاف، مما يمكنها من البقاء لمدة شهر إلى شهر ونصف دون أكل أو شرب. عند التكاثر تتصارع الذكور أحيانا مع بعضها البعض للحصول على الأنثى التي تتكاثر مرة واحدة في السنة. وعندما تكون مستعدة للتزاوج تطلق إناث تنين الكومودو رائحة يتبعها الذكور. عندما يحدد الذكر التنين مكان أنثى يقوم بخدش ظهرها، فإذا وافقت على الطلب تقوم بلعق جسده وتتم عملية التزاوج. تضع الأنثى بعد ذلك حوالي 30 بيضة تدفنها في الأرض حتى تفقس بعد 8 أشهر.
عندما لا يكون هناك أي ذكر، فإن إناث تنين كومودو لديها وسائل أخرى للتكاثر، بما أن لديها كروموزومات جنسية مذكرة ومؤنثة. يمكن لأنثى التنين أن تتكاثر لا جنسيا في عملية تسمى التوالد العذري، لكن هذه الميزة لديها عيبا واحدا، وهي أن عملية التكاثر هذه لا تؤدي إلا إلى إنجاب الذكور، الأمر الذي خلق مشكلة لدى هذه الحيوانات، وهي صعوبة العثور على أنثى للتكاثر. في عام 1980 أنشأت إندونيسيا حديقة كومودو الوطنية لحماية التنين كومودو وموائله. يعد هذا الملجأ الذي تبلغ مساحته 700 ميل مربع أيضا موطنا لأنواع مثل الطيور ذات الأقدام البرتقالية والغزلان التيمورية، فضلا عن بيئة بحرية غنية تدعم الحيتان والدلافين والسلاحف البحرية وأسماك القرش وأكثر من 1000 نوع من الأسماك. أصبحت حديقة كومودو الوطنية الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وقد أنشئت دوريات لمنع الصيد غير المشروع، كما أنها تعمل مع المجتمعات المحلية لبناء الوعي بالأنواع وأهمية حمايتها. لكن قد تتساءل، هل تهاجم هذه التنانين السياح والزائرين؟ وهل هناك حوادث مسجلة؟ الأمر الذي يجب أن تعرفه هو أن التنانين كومودو تتميز بالسرعة الكبيرة عندما تريد ذلك، لذا لا تعترض طريقها، حيث يمكنها الركض بسرعة تصل إلى 20 كيلومتر في الساعة. الهجمات التي قامت بها تنانين الكومودو على البشر قليلة، وهذه أبرزها. في عام 2007 أبلغ عن هجوم على صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، وكانت أول حالة وفاة تسببت بها تنانين الكومودو منذ 33 عاما. وفي عام 2012 أفاد مسؤولو منتزه كومودو الوطني بوقوع 24 هجوما على الأشخاص منذ عام 1974، خمسة من تلك الهجومات كانت قاتلة، وكان غالبية الضحايا من الزوار الأندونيسيين الذين زاروا الحديقة وتعرضوا للهجوم أثناء التجوال أو اللعب أو الصيد. كما تم الإبلاغ عن هجومين خطيرين وغير مميتين على الأقل من قبل حيوانات الحديقة. في عام 2021 تمت إعادة تصنيف تنين كومودو على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من معرض للخطر إلى معرض للانقراض، وذلك بسبب تأثيرات المناخ وفقدان الموائل بسبب الأنشطة البشرية. وفي عام 2021 كان يعتقد أن إجمالي عدد الكومودو البالغين لا يزيد عن 1400 فرد. فهل سمعت عن تنين الكومودو من قبل؟ أخبرنا ماذا تعرف عنه؟